خلوني اروح للدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندريه. مساء الخيرات مع المحافظ. اهلا بحضرتك، مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. يعني العاصمه الثانيه وثاني اكبر المدن بعد القاهره هي الاسكندريه. لو حضرتك تضعنا في صوره تقبل الناس المواطنين والسائقين للتعريفه اللي حضرتك اقرتها، جولاتك الميدانيه للوقوف على الوضع والاحوال فيما يتعلق بالاسعار المواصلات والاسعار بشكل عام بعد زياده يعني او خفض، ان صح التعبير نكون اكثر دقه، خفض الدعم الموجه للطاقه او للوقود، يعني ايه الاخبار في اسكندريه مع المحافظه؟ هو مجرد تعديل او صدور قرار تعديل اسعار المواد البترولية. احنا شكلنا غرفة عمليات منذ الثامنة صباحا، والحقيقة انا استعنت في الغرفة كل الجهات المعنية، هيئة النقل العام، المواقف، المرور، التموين، كل الجهات، وايضا استعنا ببعض السائقين وبعض اعضاء نقابة النقل البري، عشان واحنا بنحط اللائحة او التعريفة الجديدة للاسعار يبقى عندنا نعرف رد فعلهم اثناء وضع اللائحة وليس بعد وضعها. والحقيقه احنا يعني توافقنا الى اللائحه اللي تحقق تعويض للسائق عن الفرق في الزياده اللي حصل في المواد البتروليه، وايضا لا تؤدي الى ارتفاع التكلفه على المواطن. كان هناك بعض السائقين في بعض المناطق يعني كانوا عندهم رغبه انه يزيدوا بعض الاسعار عن السعر اللي حددته اللجنه، لكن الحقيقه احنا وقفنا ضد ده، ويمكن في بعض رصدنا بعض الحالات وبعض السائقين اللي هم كانوا بيزودوا. وتصرفتوا معاهم ازاي يا دكتور سلطان؟ احنا دول بيتحولوا لنيابه المرور، ودول بيبقى في غرامه من 300 جنيه ل 1500 جنيه. احنا الحقيقه انا شخصيا انا قلت اول مره هديهم فرصه واحده بس، لانه طبعا كان في اول يوم كان في شويه يعني عدم فهم من بعض السائقين، كده ان احنا بنعمل اللائحه بطريقه عشوائيه، لكن احنا حسبناها مع السائقين اللي حضروا معانا وقلنا له ادي مقدار الزياده، ادي الرحله هتكلفك زياده كذا، لو قسمناها على عدد الراكبين هيبقى عندك زياده على كل راكب مبلغ كذا، هنحطه على التذكره يبقى هنزودها مثلا من 2 جنيه ل 2 جنيه وربع او ل 2 جنيه ونص على حسب الزياده اللي حصلت عنده. الحقيقه هم اقتنعوا بده، واللي كان معترض على حاجه معينه او زياده معينه وضحنا له احنا وصلنا للزياده دي ازاي، والحمد لله ده لاقى ارتياح. لكن طبعا في بعض السائقين عندهم جشع. احنا عملنا لجنتين، لجنه المتابعه الميدانيه دي من المحافظه، وايضا مباحث المرور، وبين يعني يبقى في مرور على جميع المواقف. ايضا بعد ما اعلنا اللائحه اعلناها على الموقع الالكتروني، عملنا لوحات منها داخل المواقف بحيث توصل للجمهور، طبعنا استيكرات على توضع في السيارات عشان المواطن يبقى عارف. النهارده يعني اول يوم طبعا كان في عدد اكتر من السواقين بيخالفوا، امبارح كان العدد اقل، النهارده الحمد لله العدد اقل خالص. ده طبيعي يعني يا فندم. بنرصد يعني الحمد لله في تحسن في ده. كان عندنا اول يوم مثلا بعض السائقين في موقف في الكيلو 21 رفضوا يطلعوا الركاب الا باللائحه اللي هم او التعريفه اللي هم على هواهم يرغبوا في تعديلها، فاحنا الحقيقه رفضنا ووجهنا اتوبيسات النقل العام خطوط اضافيه لهذا المكان. ممتاز. وخدنا الركاب كلهم، وما هم لقوا كده ابتدوا يشتغلوا، لقوا ان احنا عندنا حلول بديله. احنا برضه حضرتك هيئه النقل العام داخل اسكندريه حوالي 700 اتوبيس نقل عام، واحنا ما زودناش اسعار النقل العام خالص، لانه الناس خلاص اتعودت عليه، وده بيغطي شبكه النقل داخل محافظه اسكندريه، لم يتم زيادته نهائيا، واي زياده في الوقود بتتحملها المحافظه مع هيئه النقل العام، وده ادى طبعا راحه واريحيه للناس وخلى فيه اطمئنان. نصيحتك للمواطنين او للاهالي في حال تعرضهم لنوع من الاستغلال او الابتزاز دكتور سلطان؟ احنا ساكن لتلقي البلاغات المواطن، وبنطلب منه بس رقم العربيه اللي قامت معاها بالتنفيذ، والجهاز يعني المرور على طول بيبتدي يبلغ عنها ونبتدي نرصدها ونرصد الخط ونوقف السائق ونبتدي بنحذره، لو نفس الرقم ده عليه بلاغ اخر نبتدي نعمل له الغرامه، ولو جه عليه بعد كده بنعمل له غرامه مضاعفه. احنا ماشيين بسيستم الحمد لله ده بيقلل المخالفات بصوره كبيره، الامور الحمد لله اكثر استقراره، يعني احنا هدفنا نبقى شيء زياده على المواطنين اكثر ان شاء الله يا فندم. الزياده الحقيقيه اللي حصلت على اسعار، واحنا بنحيي جهودكم وبنشد على ايديكم ونتمنى انه هذه الرقابه تستمر مش بس على السائقين والمواقف فندم، كمان على المراكز التجاريه
وكل من له علاقة الحقيقة بالإتجار في السلع الغذائية اللي بيستغلوا الناس أسوأ استغلال الحقيقة للأسف الشديد. أنا بشكرك شكرا جزيلا نعم دكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية.